قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن تغيير الطقس على وشك جعل الحياة أسوأ بالنسبة للنازحين في قطاع غزة. في الوقت نفسه أشارت وكالة الإغاثة الدولية إلى أن مئات الآلاف من النازحين في غزة يعيشون كارثة إنسانية حقيقية بسبب القصف والنزوح من جهة، وبسبب انعدام أدنى ضرورات الحياة من مأوى ومأكل وملبس ووقود من جهة أخرى. تحت الأمطار ووابل من الصواريخ تتفاقم معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد نزوحهم جنوبا واضطرارهم للعيش في خيام بالعراء لتزداد التداعيات الإنسانية سوءا. الأمطار الغزيرة التي هطلت على قطاع غزة حملت معها تحديات جديدة للفلسطينيين الذين شردهم القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أسابيع. حياتنا بتقدر تقول يعني اختلفت رأسا على عقب. روتين الحياة الطبيعي اللي كنا فيه ناكل ونشرب وننام طبيعي اختلف خالص، صرنا ننام على صوت المدافع والغارات، وترجع الصبح تلاقي قرايبك اصحابك ناس كتير رايح. بالنسبة للأكل والشرب طبعا حدث ولا حرج، كثير حاجات منعت وانقطعت عن السوق، طبعا في استغلال من بعض التجار، وطبعا الناس نفسها محاشي فيه. ومع بدء موسم الأمطار بغزة واحتمال حدوث فيضانات تزداد المخاوف من احتمال قصور نظام الصرف الصحي في القطاع المكتظ بالسكان. كل المحلات التجارية اليوم فاضية، يعني الأسبوع بدور على نص كيلو فاصوليا بلقاش، عدس مقطوع، ما فيش إلا البندورة زي ما انت شايف، والفجل والبقدونس والهاي الموجود في السوق. يعني من حد ما صحيت من النوم لقيت الشتاء نازل، قلت الله يعين البشر، يعني اللي في المدارس واللي في الشوارع هدول، يعني مش بشر، بشر هدول بدهم مأوى أقل شيء، يعني وين الأمم المتحدة؟ الأمطار تزيد من قسوة حياة المهجرين في الخيام بقطاع غزة، خاصة مع تحذير منظمة الصحة العالمية من أن غزة تواجه احتمالات متزايدة لانتشار الأمراض، لأن العدوان الإسرائيلي عطل النظام الصحي وقلص القدرة على الحصول على المياه النظيفة وتسبب في تكدس أماكن الإيواء الخاصة بهم. أكدت المديرة التنفيذية للصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف كاثرين راسل على أن ما رأته وسمعته في غزة كان مفجعاً، لأنه لا يوجد فيها مكان آمن للأطفال الذين يصل عددهم إلى المليون طفل. أضافت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة أن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال تشمل القتل والتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية. وشددت المسؤولة الأممية أن شحنات الإمدادات الإنسانية غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بشكل هائل، داعية إلى ضمان حماية الأطفال ومساندتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني. حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا فيليب لازاريني من خطر استخدام الوقود كسلاح في العدوان الإسرائيلي على غزة، وشدد على ضرورة توقف ذلك فورا. وأشار المفوض العام للوكالة الأممية إلى أن شاحنات الأونروا لم تتمكن من استلام المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح، ذلك بسبب نفاد الوقود. وأضاف المفوض العام لوكالة الأونروا أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي يعتمد عليها أكثر من 2 مليون شخص تتوقف تدريجيا بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. I lost 64 colleagues in just over 3 weeks. أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف كل المولدات العاملة في المراكز الرئيسية بقطاع غزة نتيجة لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها، ما سيؤدي إلى انقطاع الاتصالات خلال ساعات. أوضحت الشركة أن عناصر الشبكة الأساسية أصبحت تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين للطاقة،
أو ما يعرف بالبطاريات، مما سيؤدي إلى توقف كل خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة. يذكر أن هذه ليست بالمرة الأولى التي ستنقطع فيها الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، فقد سبق أن حدث ذلك عدة مرات في محاولة من الاحتلال لعزل القطاع عن العالم والتغطية على جرائم الإبادة التي يقوم بها في محاولة منه لتهجيرهم قسرياً. دعا وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع آسيان في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. من جانبه طلب وزير الدفاع الإندونيسي برابو سوبيانتو بضرورة فتح ممرات إنسانية للمساعدات في القطاع، مشددا على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات لمنع تكرار الصراعات. تشعر أندونيسيا بحزن عميق إزاء تدهور الوضع في غزة، وخاصة الظروف الإنسانية المروعة. لذلك يجب أن يتوقف العنف ضد المدنيين، ويجب أن تستمر الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، كما يجب أن يكون المرور الآمن للمساعدات الإنسانية واسع النطاق ومتسارع.